فصل الأطفال عن ذويهم بعد توقيفهم عند الحدود في الولايات المتحدة مسألة شغلت العالم، وخصوصا بعدما أثارت مشاهد الآلاف من الأطفال الباكين الذين وضعوا في مراكز مقسمة إلى ما يشبه الأقفاص أو في مخيمات فضيحة كبيرة. اللافت في الموضوع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأثر بدوره من هذه المشاهد قائلا إنه لم يشعر بالارتياح لرؤية العائلات وقد فصل أفرادها عن بعضهم البعض. هذا ما دفعه إلى توقيع مرسوم رئاسي ينهي قراره فصل الأطفال عن ذويهم، لكنه في المقابل سيبقي على احتجازهم معا، مما يطرح تساؤلات جديدة بشأن شرعية مثل هذه القرارات إنسانيا. ترامب منذ قليل قال إنه إذا لم نتحلى بالصرامة الكاملة في حراسة حدودنا فإن أعدادا لا نظير لها من المهاجرين ستتدفق إلى بلدنا. بناء الجدار مع المكسيك كما قال هو ضرورة لا بد منها لمنع تسلل تجار المخدرات والمجرمين. المهاجرون نحو الحلم الأمريكي اصطدموا بواقع مختلف. وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أوصلته إلى البيت الأبيض وقفت حائلا بين هؤلاء وبين أملهم في مستقبل أفضل. ورغم تراجع الرئاسة الأمريكية عن قرار فصل الأطفال عن ذويهم إلا أن مراكز الإيواء تنتظر الأسر وأطفالها حال ضبطهم يعبرون الحدود، وهي مراكز شبيهة بالسجون المؤقتة غير المؤهلة للإقامة مع تقديم المهاجرين لمحاكمة عاجلة تنتهي بترحيلهم. ترامب يقول إنه تراجع عن سياسة فصل الأطفال عن ذويهم بسبب الصور القاسية التي أثرت فيه، وقد هزت عشرات الصور لأطفال نائمين في حظائر مسيجة وسط بكائهم دول الاتحاد الأوروبي، وتسببت في انتقادات واسعة للولايات المتحدة. الأمر التنفيذي الجديد لا يعالج حالات الأسر التي أدت سياسة ترامب إلى فصل أفرادها بالفعل. ويقول مسؤول الهجرة في الولايات المتحدة إن أكثر من 2000 طفل فصلوا عن ذويهم خلال الشهرين الماضيين ورحل ذوهم إلى خارج الحدود. وفي الوقت ذاته تم نقل الأطفال إلى عهدة مكتب إعادة توطين اللاجئين التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الذي يدير منشآت رعاية القاصرين. ومن المفترض أن هؤلاء الأطفال أو بعضهم أصبحوا في عهدة أسر أمريكية جديدة. معنا الآن من لندن الخبير في القانون الدولي بسام طبلي. أستاذ بسام مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. يعني قضية أثارت ليس فقط الرأي العام في الولايات المتحدة ولكنها يعني أثارت موجة احتجاجات وانتقادات على مستوى العالم، حتى حلفاء الولايات المتحدة الوثيقين مثل بريطانيا مثل كندا مثل غيرها من الدول انتقدت مسألة فصل الأطفال عن ذويهم من العائلات المهاجرة بشكل غير شرعي. إلى أي مدى برأيك هذه الضغوط أثرت في قرار الرئيس ترامب التراجع عن هذه السياسة في نهاية المطاف؟ يعني دعني أصف أول في البداية أن هذا مثل هذا القرار هو كارثة بكل معنى الكلمة، وهو خروج على أبسط قواعد القانون الدولي أو سواء المتعلقة بمعاهدة اللاجئين التي نصت على أهمية لم الشمل الأسرة للاجئين، وبالتالي بدون أي شرط حتى، وأيضا النصوص الأخرى على سبيل المثال بالمتعلق بقواعد حقوق الإنسان. نلاحظ أنه دعني هنا من باب المقارنة أن أقارن ما بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. المملكة المتحدة وفي النص المادة 55 من أحد القوانين المتعلقة بالهجرة نصت عندما يكون هناك أحد الأطفال فيجب مباشرة إعطاء الأولوية للطفل. نلاحظ على سبيل المثال يمكن إعطاءه مباشرة للأسرة بيت مباشرة حتى يتم التغاضي عن البحث عن كثير من الأدلة من أجل لأنه يوجد طفل. لا يمكن بحال من الأحوال أن يتم على سبيل المثال هذا الفصل. هذا الفصل هو خرق واضح لقواعد القانون الدولي. أنا كنت أتوقع أن السيد ترامب سوف يتراجع بسبب هذه الضغوط،
وكنت أيضا أتوقع أنه سوف يقوم بالالتفاف على هذا القانون، وهو ما شاهدناه الآن، من حيث أنه سوف يحافظ على بقاء الأسرة مع بعضها، ولكنه سوف يقيهم في غرفة الاحتجاز. هذه الغرفة هي أيضا خرق قانوني، لأنه لا يمكن معاقبة هذا الطفل بوضعه في الحجزين ثم يتم المحاكمة. طيب. وبالتالي الإسراع في المحاكمة هو أيضا أمر غير عادل. يعني طيب أستاذ بسام، يعني خليني أنا هون ألعب دور محامي الشيطان. أنا يعني خليني أعطيك رأيي من الآخر في هذا الموضوع. أنا ضد السياسة التي كانت تتبعها إدارة الرئيس ترامب، ولكن دعني يعني ألعب دور محامي الشيطان بالقول، طب هدول مهاجرين غير شرعيين، نحن لا نتحدث عن لاجئين دخلوا البلاد وتحت صفة اللجوء أو من طالبي اللجوء السياسي أو هذه فئة دخلت البلاد بطريقة غير شرعية وتم إلقاء القبض عليها، بعضهم أطفال بعضهم كبار. ما الذي تفعله أنت لو كنت مكان الرئيس ترامب أو مكان أي مسؤول آخر في أي بلد أخرى تصادفها مثل هذه الحالات؟ كلامه جميل. في البداية لا يمكن أن يتم البت بطلب اللجوء، إذا معظم يطلبون اللجوء لا يمكن البت بطلب اللجوء خلال مدة وجيزة، إذ يجب أن يتم منحه فرصة من أجل إبراز الوثائق المتعلقة بادعائه. أيضا يجب له الحق الحصول على المساعدة والخبرة القانونية في هذا الصدد من أجل إبراز قضيته. يمكن هذا الأمر يتطلب العديد من الأمور الوثائق التي تحتاج إلى مدة زمنية. إذن إحالة حبسه مبدئيا ثم إحالته للمحكمة خلال فترة وجيزة غير منطقية، وخاصة عندما يتعلق وجود الأطفال. على سبيل المثال هنا في المملكة المتحدة. طيب أنا أحد يعني إذا لم يحتجز هؤلاء، وين نحطهم أستاذ بسام؟ يعني أين يوضع هؤلاء إلى حين البت في قضايا؟ كلام جميل. يمكن تقديمه للمحكمة مباشرة وإخلاء السبيل، أو خلال إخلاء سبيله مباشرة ضمن ضوابط ضمن شروط. على سبيل المثال وجود كفيل يتكفل بهذا الموضوع، أو طلب ما تقديم مبلغ محدد ككفالة في هذا الصدد. إخلاء يعني سبيله إلى أين؟ هذا الشخص غير هناك شبه يعني لا يحمل أي أوراق قانونية. إخلاء سبيله ترحيله تقصد؟ لا 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 لا، إخلاء سبيل عندما يكون هنا لابد أن يكون هناك شخص داخل الولايات المتحدة يكفل، خلينا نقول أنه نعم باليوم الفلاني سوف يحضر إلى يحضر يتكفل بحضوره لجلسة المحاكمة، وبالتالي هذا الشخص يمكن إخلاء سبيله. ليس هناك مبرر لوضعه في السجن ريثما يأتي وقت المحاكمة، لأنه هذا غير منطقي. يعني في الحقيقة هناك يظل هو بنهاية المطاف هو إنسان، ما يميزه عن المواطن الأمريكي هو فقد الجواز السفر، بالتالي معاقبة الناس وحرمانهم يعني غير جائز من أجل بس قوانين مؤقتة وضعية تحكم بالحدود فيما بين الدول. هذا غير منطقي يعني بنهاية المطاف. يجب أن يكون هناك مشكلة في الولايات المتحدة أستاذ بسام. المسؤولين هناك بقول لك نحن نعرف بقوانيننا أكثر من المجتمع الدولي، وانسحبوا من مجلس حقوق الإنسان قبل كم يوم، بقول لك أنه لا نريد من أحد أن يلقننا دروسا في حقوق الإنسان. هكذا هو المنطق في إدارة ترامب اليوم. طيب يعني أين هو الخط الفاصل بين من منطق القوة من منطق السيادة؟ هو يتحدث من منطق أنه هذه قضية داخلية، القوانين الداخلية هي التي تحكمها، لا قانون دولي ولا غيره. هذه قضايا سيادية، كل دولة يحق لها أن تضع ما تريد وما تشاء وما تراه مناسبا من القوانين التي تحكم أمورها الداخلية. هذا هو منطق إدارة الرئيس ترامب. لماذا إذن المواضيع الإنسانية تطبق فقط على الدول العربية؟ عندما كان يتعاطف ويتحجج الولايات المتحدة بالشعب العراقي وأن الرئيس صدام كان مجرم بالنسبة لشعبه، لماذا نلاحظ التدخلات في سيادة الدول العربية؟ هناك الكثير من الأمور التي يمكن إدانة الولايات المتحدة على خرقها للقواعد القانون الدولي والمعاهدات والسيادة، ونلاحظ الكثير هناك من الأمور لا يمكن، ولكنهم يريدون استخدام القانون الدولي وفق مصالحهم، وخاصة عندما تكون الدولة عربية أو لديها الكثير من النفط، إذ أنهم يستغلون هذه الدول، يستغلون الكثير من الأمور للأسف الشديد وفق المصالح فقط، في حين أنهم يتجاهلون الكثير من الحقوق كما لاحظنا الآن بالنسبة لهجرة الكثير من الناس من المكسيك أو من غير المكسيك. هناك الكثير من القوانين التي أصدرها السيد ترامب مخالفة للقوانين. على سبيل المثال القوانين التي أصدرها بمنع 7 جنسيات أو 7 منها الجنسية السورية والعراقية وغيرها من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذه قوانين عنصرية أو أوامر عنصرية لا يمكن القبول بها، يعني للأسف الشديد يخرق القانون. وكان كما تعلم هناك احتجاجات كثيرة عليها وأقيمت دعاوى في عدد من المحاكم بهذا الشكل. أنا بس حبيت أوضح أستاذ بسام، أنا لست مدافعا عن سياسة الرئيس ترامب، بالعكس أنا ضد هذه السياسة، ولكن لعدم وجود طرف آخر حاولت أن أثير بعض القضايا. بالمناسبة فصل
الأطفال عن ذويهم يعني ليست مسألة جديدة في المجتمع الأمريكي، هذه بدأت منذ حوالي 250 عام عندما تم إحضار الأفريقيين من أفريقيا للعمل في المزارع كعبيد، وما زالت مستمرة للأسف حتى هذا اليوم. شكرا جزيلا لك الأستاذ بسام طبلية الخبير في القانون الدولي، كان معنا مباشرة من لندن.